فلا تحتقرن من الطاعة شيئا فربما فيها رضوان الله. وخبأ سخطه في معصيته فلا تحتقرن من المعاصي شيئا فربما فيها سخط الله. وخبأ وليه في عباده فلا تحتقرن من عباد الله احدا فربما هو ولي الله. كلكم يحفظ قصة ابراهيم بن ادهم لما جاء بعد ان اعتمر في مكة ذهب ليزور قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ما صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء وكان يوم شافي ممطر، تعرفون في المسجد النبوي منذ القديم ان كان بعد صلاة العشاء الى الان يخرجوا المصلين عشان يبتدوا ايه في تنظيف الايه المسجد. بقي ابراهيم بن ادهم لا يعرفونه، وعالم طبق طباق ملأ طباق الارض علما لكن لم يكشف عن هويته. يلا يا سيدي تفضل مكانهم. قال انا غريب ليس لي مكان في هذه البلاد، يا اخي نريد ان ننظف المسجد. يا عمي انا ليس لي مكان في هذه في المدينة. لا كلمة انت رجل متعب، وجروه من رجليه جرا والقوه خارج المسجد. فران بجوار المسجد النبوي حن قلبه الى ابراهيم، قال له غريب انت؟ قال نعم. قال تعالى انا اخبس، اجلس امام الفرن تستدفئ وتأكل رغيفا، وعند الفجر نأتي للصلاة. ابراهيم بن ادهم جلس بجوار الرجل، رأى طوال الليل عجبا، يرى الفران يعجن العجين ويسوي الرغيف ثم يضعه في الفرن ويقول بسم الله، ثم يضع خده على كفه وينتظر حتى يستوي الرغيف ويطيب، ثم يخرجه ويضعه بجواره ويقول الحمد لله من بعد صلاة العشاء الى صلاة الفجر. ابراهيم بن ادهم يقف ليصلي، ينظر الى الرجل نفس العملية، شريط مسجل بسم الله الحمد لله بسم الله الحمد. ابراهيم بن ادهم قال انا رجل يعني انا رجل عالم وفقيه وامام المسلمين، واترك هذا الجاهل طوال الليل ما عنده الا بسم الله الحمد لله، اعلمه بس قبل ان اعلمه اسأله، يا هذا اما لك ذكر غير هذا؟ قال لا، منذ 20 سنة ما لي الا هذا الذكر طول الليل بسم الله الحمد لله. قال وماذا رأيت من ثمرته؟ قال ما دعوت الله دعوة الا واستجيبت فور ان انتهي منها الا دعوة واحدة. قال ابراهيم بن ادهم وما هي؟ قال منذ سنين ادعو الله ان يجمعني بعبد من عباد الله الصالحين يسمى ابراهيم بن ادهم ولكن لم يحدث. شيء يخوف ولا لا يخوف؟ انا نفسي اترعب. قال ابراهيم والله انت عند الله خير من ابراهيم بن ادهم. قال يا رجل استحي من الله، فران جاهل مذنب مثلي احب واقرب الى الله من هذا الحبر العلامة وعالم المسلمين وامامهم. قال يا رجل لاستجابة دعائك اتي بي اليك جرجرة. ده لم يأتوا بي باحترام يعني، ما جابونيش يعني وانا عالم محترم مركبيني سيارة ولا او حصان ولا على الاكتاف. فلا تحتقرن من عباد الله احدا، لان ربما خبأ الله في هذا العبد اسرار انت لا تدركها. ابو حامد الغزالي يحضر له في البصرة، يقول هو عن نفسه يحكي قصة حياته، من بين التلاميذ تلاميذ ابو حامد 500 عالم، من ضمن التلاميذ لو وزع علم واحد منهم على اهل الارض لما ظل جاهل بالله. قال فخشيت ان يدخلني غرور، ده كلام التلاميذ دول كلهم بما فيهم العلماء دول، بين يخطر بي هذا الخاطر اسمع الى تهذيب الله لاهله وتأديب الله لعباده ورعاية الله لأوليائه وعلمائه.
قال فإذا بسائل يسأل، في نفس التو الذي يفكر يأتيه السؤال. يا أبا حامد، نعم. يقول ربنا في سورة الرحمن كل يوم هو في شأن، فما شأنه اليوم؟ جاوب يا حلو. استغلقت على أبي حامد الإجابة، شأن الله يا عم، وأنا شأن فلان أو فلان؟ قال الله أعلم، غدا إن شاء الله، الدنيا لم مطرتش زي بيقولوا يعني. جاء الغد، السؤال برضو السائل مصمم وسط الناس، والحمد لله أن أبا حامد لم يعش إلى زمننا، كان المسجد كله يطلع يا عم روق بلا عالم بلا بتاع، الراجل سأله سؤال ولا عارف سكت. لو سألنا أنا أقول له يعني كده، يقول في نفسه يعني كده، حكينا إحنا ما شاء الله يعني لو كنا كده 1000 واحد تقريبا فينا 1700 مفتي في 1000، 1.7 واخد بالك كل واحد فينا ما شاء الله. المهم أبو حامد تاني يوم نفس السؤال، ثالث يوم نفس، وبعدين قال فعدت إلى البيت في قيام الليل أدعو الله مخلصا أن يلهمني الإجابة، فرأيت في الرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أبا حامد إن جاءك السائل ليسألك غدا ما شأنه اليوم، قل إن لله أمورا يبديها، يظهرها يعني ولا يبتديها، يرفع أقواما ويخفض آخرين. أبو حامد اعتبر أنه أخذ الإجابة منين؟ من المنبع. فأول ما دخل المسجد أين السائل؟ معاه الإجابة بقى؟ قال أنا. قال ما سؤالك؟ قال يقول ربنا كل يوم هو في شأن، ما شأنه اليوم؟ قال يا هذا إن لله أمورا يبديها ولا يبتديها، يرفع أقواما ويخفض آخرين. قال السائل يا أبا حامد أوصيك وأنصحك أن تكثر من الصلاة والسلام على من علمك هذا في المنام. ما تحتقرش حد، بصش الناس كده يعني أنك رجل يعني عندك والغير ما عندوش، بالعكس انظر إلى أنك أقل الناس علما وأقل الناس عبادة وأكثر الناس ذنوبا. واحمد الله يا أخ الإسلام، دائما أكرر أن الله من ستره علينا ما جعل لذنوبنا رائحة، يعني فضل من ستر ولا غير ستر، ليست لذنوبنا رائحة يشمها أحد. قال أحد الصالحين أحمد الله على نعمة ما بلغها عملي، ذنوب ارتكبتها ما اطلع عليها أحد سوى الله، فما يعيرني بها أحد إلا رب العباد عندما يغفرها لي وأنا عندي أمل في غفرانها. هكذا قال الصالح. ذنوب ليه صارت أعراضنا رخيصة بهذا المنطق؟ لأن أنا لو أدركت يعني إيه غيبة، والله أقسم بالله لو أدركنا إدراك يقيني أن المغتاب كما قال العلماء قالوا إن تاب آخر من يدخل الجنة، وإن لم يتب أول من يدخل النار. يا الله الغيبة خطيرة. وبعدين هل أن الغيبة كما قلت لكم أشد جرما عند الله من هدم الكعبة؟ حتى تخيل حد يجرؤ على هدم الكعبة؟ أنت تهدم عرض أخوك المسلم أقوى عند الله وأشد جرما من هدم الكعبة. وبعدين المغتاب ده يوم القيامة لن يرضى من اغتبته إلا أن يأخذ كل حسناتك، ياريته بس، ويعطيك كل سيئاتك. هو ياريت يعني ياريته يأخذ منك وخلاص، لا، يأخذ الإيجاب ويعطيك السلبي. سبحان الله. الأمر الثالث إيه؟ الأمر الثالث في الغيبة الذي تعود على نهش أعراض المسلمين، لما أقام الرسول صلى الله عليه وسلم الحد على ماعز، عارفين أنت قصة ماعز، طهرني يا رسول الله، المهم لعلك صمم ماعز على الايه اقامه الحد، فاقام الرسول عليه الحد. رجع النبي صلى الله عليه وسلم واثنين من الصحابه ماشيين، فيقول احدهما للاخر كان حريا بماعز ان يستر نفسه، يعني ده كان لازم يروح الرسول ويفضح نفسه قدام ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمار ويقول يعني طاهر، كان سكت وخلاص ويتوب بينه وبين الله. خطوتين
وجدوا جيفة حمار قد شالت أرجله. شالت أرجله يعني إيه؟ يعني لما تنفخ الأرجل بقت إيه؟ انقلب في الأرجل لفوق، شالت أرجله. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: كلا من هذه الجيفة. ما اكتشف أن الرسول وراه. قالوا: يا رسول الله، هذه جيفة وجيفة حمار وإحنا مش مضطرين له. قال: نأكل من جيفة. قال: ما أكلتما من عرض أخيكما أشد نتنا وجرما عند الله من أكلكما من هذه الجيفة. كم جيفة أنت تأكل في اليوم؟ ها؟ أيحب يا أخي، إحنا بنسمع القرآن وكأنه مش لنا، نسمع الأمر وكأنه مش علينا، نسمع عن الموت وأنه كتب على غيرنا. يقول: آه فلان أنا كبير السن، فلان أصله ده كان مريض. طب الولد أبو 3 سنوات اللي مات، والشاب اللي بيجري في الملعب زي الرهوان وزي الحصان وفجأة سكتة قلبية ويتوقف في قلبه ويموت، ده ايه؟ كبر سن؟ مرض؟ لا مرض ولا كبر، جاء حينه، حان حينه. فكأن الموت كتب على غيرنا، وكأن سبحان الله العظيم القرآن نزل على غيرنا لتنذر من كان حيا، لتنذر من كان حيا. هارون الرشيد يقول: أعطوا العميان والقواعد من النساء واليتامى، اعطوهم من بيت المال وزعوا على الله يرضى عنكم. دخل واحد كده 3 في 4 على امير المؤمنين، اعطوني. فاللي حوالين هارون الرشيد تعجبوا، قالوا: انت عرفت امير المؤمنين بمن يامر العطاء؟ قال: اه. والقواعد؟ قال: يا عم الحاج انت فاهم القواعد يعني ايه؟ قال: القواعد دي الكبيرات العجائز من النساء اللي هم يعني لا بيشتغلوا ولا حاجة ولا لهم دخل، هم دول نمرة واحد. قال: طب بلاش البند ده، اعطوا اولادي. قال: اولادك ازاي؟ امير المؤمنين يقول اليتامى. هارون الرشيد فهم، قال: اعطوهم. قال: نعطيهم ازاي يا امير المؤمنين؟ تقول اليتامى. قال: من كان هذا ابوهم فهم يتامى. الله الله يرحمه ويرحمنا معاه، سبحان الله العظيم. فاعطوه. قالوا: ايضا اعطوني انا اعمى. فالواحد قاعد مزاحم ما بيعطيش درهم الا يعني بطلوع الروح. قال له: كم هذا؟ دول كان. قال له: 2. ودول؟ قال له: 5. وده؟ قال له: 1. قال: انت مبسط؟ قال هارون رشيد: يا مزاحم اعطيه. قال له: الا تسمع قول الله انها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب؟ ده هذا عمى بعد عنك، عمى قلبي، اعطيه. فكأن القرآن ينزل إلينا ونقرأه ليل نهار ونحفظه ولا نطبقه. امسك في الآية دي، خلي وقفة عرفة: أوقف لسانك عن أعراض الناس. والله من أوقف لسانه عن أعراض المسلمين أوقف يده وجوارحه عن, 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 عن الإيذاء الناس وأموالهم. ما تعريف المسلم وما تعريف المؤمن؟ خلينا وعدتكم الجمعة الماضية ندخل دار الأرقم، صح ولا لا؟ إيه في دار الأرقم؟ أول شيء إيه؟ الإسلام. وتاني شيء إيه؟ الايمان. طب علامة المسلم ايه؟ بايجاز كده. المسلم ماذا قال حبيبنا؟ من سلم الايه؟ المسلمون من ايه؟ لسانه الاول. فلما انفلت لسانك انفلتت يدك. لما انفلت لسانك انفلت يدك. فمن سلم. طيب اقلب المعادلة زي اخواننا بتوع الكيمياء، طب هاتها من الاخر. من لم يسلم المسلمون من لسانه ولا من يده، هل يصير مسلما؟ هو تعريف المسلم تعريف قصري أو تعريف حصري. من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلمون يسلموا من لسانه ويده. طب ما سلمش. الحسن البصري دخل عليه واحد فاغتاب احد الايه اللي غير موجودين، قال لك صنع كذا وكذا. فالحسن البصري الله اكبر، قال له: يا ولدي. قال له: نعم. قال له: هل شاركت سعد بن ابي وقاص في فتوحات القادسية؟ قال له: لا ما حصلش. ولا أبا عبيدة في فتوحات الشام وخالد في اليرموك؟ قال له: أبدا. ولا عمرو بن العاص في فتوحات مصر؟ قال له: ما حصلش، أنا كنت مولود أصلا، لم أشارك. قال له: سلم كل هؤلاء الأعداء منك، وما سلم منك عبد أخيك المسلم. الشيخ رحمة الله عليه، شيخنا الشيخ محمد الغزالي، قاعد جنبه، وبعدين دخل واحد من المتحمسين كده، الشباب اللي هم يعني ما شاء الله، سمع شريطين وطلعت شعرتين ولازم يقول كلمتين، امر طبيعي بس كلمتين قلت ادب. فجاب كتاب للشيخ، كان مطبعه
في القاهرة بدأت تطبع للشيخ فتحط صورة الشيخ على الايه؟ على الكتاب. قالوا الكلام اللي في الكتاب ده يا شيخ كلام طيب، لكن الصورة دي فسق وفجور وكفر. انا انتظرت رد الشيخ، ما انا لو انا كان لسه شعري اسود زيه كده وكنا منفعل، لكن الحمد لله الذي ايه الذي عافانا من السواد، ربنا يجعلها بياض في بياض ان شاء الله. سبحان الله، البياض ده مهم، ده هدوء. قلت ده كده وهادي، امال زمان كان ايه؟ المهم علينا، ده هدوء كده. صلوا على رسول الله. فانا انتظرت اجابه الشيخ، قالوا خلاص يا ولد اللي مزعلك الصوره. قالوا في صوره كمان في الخلف، يعني على الواتش ده. مسك الشيخ راح قطع الايه، شال الصفحه الاولى الجلد ده بتاع الكتاب، شال دي. قال يعجبك الكتاب ده؟ يا سلام على المعلمين يا اخي، يا سلام على المربين، الله اكبر. ايه التربيه دي؟ ايه الاخلاق؟ هذه اخلاق رسول الله. لم يعب على الولد وقال ده سبحان ابدا ابدا، سبحان الله، لا اله الا انت. الولد صغير جاب 18 سنه بس اتيري بيحضر عند فلان وعلان وترتاح اللي بيطلعوا الان على الفضائيات بيشتموا في الناس، المهم يعني. فسبحان الله، فلما التفت الشيخ لقى الولد بيصلي فرح، وكان يفرح بالشباب، فربت على كتفه قال له ما شاء الله يا ولدي، حرما هذه لم ترد. الولد يرد يعني، قال له جلة الادب وردت؟ ايه جلة الادب دي؟ ايه يا اخي بيدعو لك؟ خذ دعاء، خذ دعاء، لا اله الا الله. يعني الانسان سبحان الله العظيم، نسال الله السلامه، لا حول ولا قوه الا بالله. الاسلام من سلم المسلمون من لسانه. طب والايمان؟ من امنه الناس على دينهم واموالهم واعراضهم. طيب هل امن الناس منك على دينهم؟ ام انت شككت الناس في دينها؟ هل امنوك على اعراضهم؟ مش انت لما سبحان الله تمشي وتقول السلام عليكم وتروح، يبقى انا من الواجب كما ادعيت انت، أنا سالم منك إلى أن ألقاك مرة أخرى، وأنت سالم مني إلى أن ألقاك مرة أخرى. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ يقدم له لحم أخوه يوم القيامة بس هو حي، مش ده اللي أنت غتبته؟ قول نعم هو صح. طب كل منه. الله يا ربي كيف أكل من أكل من جسد حي؟ قال كما أكلته ميتا كل منه حيا، ما هو كان مش موجود، كان في حكم الإيه؟ الميت. خلاص، طب هو موجود امامك، ما هي الغيبة يا رسول الله؟ قال ذكرك اخاك بما يكره. قال فان كان في اخي ما اقول؟ قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وان لم يكن فيه فقد بهته، والبهتان يحتاج الى 80 جلدة من القاضي. الله، ده الحكاية، ده اللسان. انا لما اكلمك عن لا النميمة، ولا كلمتك عن الكذب، ولا الفجور، ولا الفحش، ولا شهادة الزور، كلمك عن الغيبة. الغيبة المجالس تلوث بان يغتاب الناس بعضهم. ليه؟ يقول لك يا اخ اصله يا ابن الحلال، الله لا يحب السوء من القول بالسوء الا ايه؟ الا من ظلم. الجهر بالسوء ممنوع، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ايه؟ من ظلم. من ظلم امام من؟ اروح المحكمة، امام الحاكم، امام العالم، امام المستفتي، امام الطرف الاخر، اقول ما اشاء، والله حصل كذا وكذا.